مرحبا بكم اخواتي واخواني الاعزاء في حلقه اليوم، وحنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، بس بالتحديد حنتكلم في موضوع البزنس. يعني اليوم انا حابب افتح بزنس، هل ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني؟ الارتفيشال انتليجنس؟ طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ممكن يساعدني في كسب الاموال، يعني يكون زي الموظف عندي في الشركه؟ والاجابه نعم. بيجي السؤال الثالث واهم سؤال، اللي هو انا خلفيتي مش اي تي، انا خلفيتي مش تكنولوجيا، انا مش عارف ما هو الذكاء الاصطناعي اصلا. فاحنا عاوزين حلقه اليوم تكون هاندز اون، عاوزين انها تكون يعني تطبيقيه، تشوفوها يعني مش كلام نظري بس، نحن ندخل على بعض الافكار مع بعض، نراجع بعض الافكار مع بعض عشان نشوف السهوله والطريقه اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا فيها، وبعد كده تشوفوا الافكار اللي بتنفع معكم. فاليوم حتكون حلقه جميله وممتعه لانه حتكون هاندز اون، هندخل مع بعض نشوف بعض الافكار مع بعض وكيف ممكن نكسب من وراء الذكاء الاصطناعي تجارة وأموال إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين في ويب سايت اسمه فايبر، FIVERR، كلمة فايف بعدين RR. هي أصلا لما بدأت كان كل ما أنتم عاوزين مثلا شيء ديزاين للشركة، عاوزين بزنس بلان، عاوزين مساعدة بشيء، بتروح على الويب سايت هذا بتدفع للشخص $5. الآن في مينيمم ويج فصارت الفلوس أكثر، بس أي واحد عاوز خدمة بيحط الخدمة الطالبها في الويب سايت هذا. مثلا أنا عندي شركة وعايز أعمل لوجو، فبجي بالفايفر بروح على اللوجو ديزاين وبقول انا عاوز ديزاين للشركه بتاعتي، واوصف نوع الشغل اللي انا حاشتغله مثلا، او نوع الطلب اللي انا طالبه، وبعض الناس حيردوا علي، في ناس حيردوا علي حيقولوا طيب انا مستعد اعمل لك اللوجو هذا. طيب نلقى انه بعض الناس اللي عارضين هم كم، يعني ايه الطلب اللي هم طالبينه؟ يعني في شخص بيقول انا مثلا ممكن اعمل لك ارسم لك بعض اللوجوز بطريقه محدده للشركه ب $400. في واحد قال انا ببدا ب $15، واحد قال ب $35، I will create a fully customized professional logo، حعمل لك لوجو للشركه تبعتك ب $35. طب انا حابب انه اعمل بزنس اونلاين واعمل لوجوز للناس واعمل $35 او $400 او $15، واي نوت؟ يعني هذا طالب $20، هذا طالب $40، وانا ممكن استعمل الكمبيوتر اعمل رسومات، فممكن اعمل لوجوز. طيب بروح على فايفر، بعمل حساب معهم وبحط بالبروفايل بتاعي، زي ما في بروفايلز بحط اسمي وايميلي وتلفوني، وبعد كده بحط الطلب، بقول انا نفس اللي عامله هذا ب $35، انا بقول ممكن اعمل لوجو ب $15 ب $10. طب في مشكله، المشكله انا كبشير عمري ما اعرف ارسم، لا بعرف ارسم ولا تعلمت الرسم، ولو رسمت يعني شيء حيطلع بالعكس. طب كيف انا ادخل في بزنس زي كده؟ بسيطه، استخدم الذكاء الصناعي. بمعنى احنا بالحلقه اللي فاتت حكينا على تشات جي بي تي، نفس الويب سايت لو رحت على الحلقه اللي فاتت كيف نعمل الاكونت، حنروح نلقى انه اللي هو openai.com، openai.com. لما ننزل تحت في اخر الصفحه هنلقى انه تحت التشات جي بي تي في واحد ثاني اسمه دال اي 2، دي اي ال ال اي 2، خلونا نروح على دال اي 2. طيب هذا بيعمل ايه؟ هذا شغله انه بيعمل ايمجز اند ارت، ايمجز ان ارت، يعني هذا فنان جاهز فور فري، هذا فنان جاهز فور فري. طب خلينا نشوف الفنان هذا، حنروح نعمل لوجن لو ما عندكم اكونت. احنا بنعمل اكونت مع الشركه اللي هي تبع الدال، اللي هي الويب سايت labs.openai.com، او عن طريق الشات جي بي تي، اللوجن تبع شات جي بي تي بنزل على الاخر، حنلقى اللينك الرابط، ندخل على الرابط على طول وبنعمل اكونت، ما ياخذ اكثر من دقيقه، زي الايميل يوزر نيم باسورد، يبعثوا لنا السيرتيفيكيشن ندخل عليه على طول. وانس دخلنا على الويب سايت، انا عندي بروفايل الان بفايفر، انه يا جماعه ممكن اعمل لكم لوجو، اي حد عنده شركه عاوز شعار عاوز لوجو انا ممكن اعمله ب $10 $15، بس انا نفسي صاحب الشركه ما بعرف ارسم. فواحد طلب مني قال لي انا عاوز صوره قرد في القمر، احنا عندنا شغل مع القمر، فعاوزين صوره قرد ماشي على سطح القمر. طيب انا بجي على الدال اي بطبع مونكي ووكينج اون ذا مون، يعني قرد بتمشي على سطح القمر. وطبعا الفنان شغال يرسم ويرسم ويرسم، ندي له دقيقه عشان يتم الرسم. وهذه بعض الصور رسمها لنا الفنان. الطريف في الموضوع زي ما انتم شايفين انه خلاص يعني مش ما فيش مساله كوبي رايت وانا خايف، لا هذه صورتي انا، انا اللي اعتبر انه راسمها، ممكن اضيف على اسم الشركه في الخلفيه او الى اخره، ممكن اشوف اشياء ثانيه. انا مثلا عاوز مونكي walking on the street in Khartoum، صوره محدده جدا. طب خلينا نشوف لو ممكن يرسم لنا شيء بالشكل هذا، واللي حصل انه رسمنا الصوره اللي احنا طلبناها كما هي، قرد ماشي في شوارع الخرطوم. طيب خلينا نرسم يعني بيزكلي اي صوره انا افكر فيها، اي شعار افكر فيها، مثلا ساوري فلاج اون ذا مون.
يعني الذكاء الصناعي عنده نوع من التخيل، زي ما قلنا هذا النوع اسمه الجنريتيف، اللي هو جنريت، هو بيصنع من عنده، يعني هذه الصناعة من عنده أسس لنا صورة بتاعت عالم في القمر. فيعني شيء جميل جدا، وبعد كده ممكن تعمل تعديلات بسيطة ونقدر نسوقها ونبيعها بعد كده. فلو عاوز أعمل شغل بتاع جرافيكس أو جرافيك ديزاين، لا بعد كده يعني التعب اللي بيتعبوه الناس يدخل على ادوبي وفوتوشوب والاشياء هذه، لا انا متيسر عندي تماما عن طريق دال، يعني في ثانيه او ثانيتين ممكن ارسم رسمه، احسن فنان عاوز ساعات عشان احط الاشياء مع بعض وشغل الكمبيوتر ورسمها، وانا في ثواني اكون خلصتها. فممكن اعمل بزنس كامل لللوجوز والرسم والفن. فهذا اكزامبل الاول من ناحيه الدخل بتاع بزنس. في الحلقه اللي حكينا فيها بالتشات جي بي تي بالتحديد، رحنا على الويب سايت openai.com و created an account. فاليوم حنروح على تشات جي بي تي openai.com ونشوف كيف انه ممكن يكون موظف عندي بالشركه. انا حاشتغل شغل مع فايفر مثلا او مع Upwork، طالبين بعض الاشياء وشوف كيف ممكن اعملها. فخلينا ندخل مع بعض، هنعمل لوجن في التشات جي بي تي. I'm gonna go to login. عدد كبير من الناس اللي تيجي من بزاف من دول مختلفه عمرها ما عملت ريزومي او عندها سي في، وانا عاوز احول السي في الى ريزومي. فعمري ما عملت ريزومي، وانا محاسب، انا اكاونتنت، فعاوز اعمل ريزومي للاكاونتنت. لما اروح على ويب سايت زي فايفر حاجد انه في ناس، خلينا نطبع هنا مثلا ريزومي عشان نشوف لو ممكن حد يعمل ريزومي تبعتي. حاجد انه نعم، واحد قال انا مستعمل لك ريزومي بس $40، واحد قال بين $40 إلى $65، واحد بين $65 إلى $130. ممتاز. طيب انا حابب اعمل ريزوميز للناس، انا حابب انه انا اعمل ريزومي للناس وبدل 40 و50 60 حاملها $30 فقط، بس انا نفسي ما اعرف صيغه الريزومز بالضبط، ايه الاشياء المطلوبه. فبعمل ايه، ممكن اروح على الشات اللي هو الشات جي بي تي ونطبع مثلا انا عاوز ريزومي، كرييت ريزومي فور اكاونتنت وذ 5 ييرز اكسبيرينس. انا عندي حد عنده 5 سنوات خبره، عاوز نعمل له ريزومي وهو محاسب بالتحديد. طيب ايه الاشياء اللي ممكن نعملها ونكتبها؟ اي حد بالعالم عاوز يعني وقت وساعات عشان يبدا يكتب الرزمي والصيغه وكده، ولاحظ احنا واحنا بنحكي اوريدي الرزمي نصها تقريبا انكتب، انه هتحط العنوان والايميل والتليفون، وبعد كده الاوبجكتيف تبعتك او السما يسمى بالسمري، بعد كده قمت تلخص، بعد كده الادوكيشن، بعد كده الوظائف اللي انت اشتغلتها، فكلها الورك اكسبيرينس تبعتك، اشتغلت محاسب في المدينه هذه من الفتره هذه للفتره هذه وعملت كده، يعني الشغل اللي يعني. فانا ممكن الان افتح بزنس اونلاين في فايفر او في ابورك، بعمل ريزومز للناس وما بتاخذ منه ولا دقيقه، مع انه احسن اخصائي بتاخذ منه ساعات وساعات. اوكي، فهذه من ابسط الاشياء اللي برضه ممكن نعملها، و30 40 دولار في الريزومي، يعني ممكن نعمل اعداد كبيره من الريزوميز مثلا في فتره بسيطه جدا. وهذا مثال، وشوفوا لسه يعني عم الحاج شغال بيطبع ما زال، يعني فيري باورفل ريزومي، الحمد لله ستوب جنريتنج، بس ان شاء الله تكون وصلت الصوره بتاعت كيف انه ممكن اعمل بزنس. البزنس كان واحد للوجو والفن، وهذا اكزامبل كيف ممكن اعمل ريزوميز للناس. عدد كبير من الناس بيفتحوا بزنسز، ففي كل فتره يومين ثلاثه واحد من اصدقائنا او الناس اللي بنعرفه او الناس حتى اونلاين بيدوروا على حد. وين كريت بزنس هتروح البنك، انت عاوز بزنس بلان، يكون عندك بزنس بلان. فبيجي واحد بيقول لك انا عاوز اعمل بزنس بلان. طيب خلونا نشوف بفايفر، لو انا عاوز حد، وفايفر يعني يعتبر من ارخص المحلات، فنروح مثلا نقول انا حابب اعمل بزنس بلان، فنجد انه البزنس بلان هذا مستعد يعملها ب $30، هذه ب $35، هذا ب $100، هذا ب $25، هذا ب 100، هذه ب 75، اقل واحده ب 25 او تقريبا هذا ب $25. طيب انا مستعد اعمل لكم بزنس بلان ب $20. اوكي، بزنس بلان لايه؟ واحد قال عاوز اعمل بزنس بلان لمطعم. طب ايه نوع المطعم؟ مثلا بيتزا او بيتزريا، محل تبع بيتزا. طيب حنرجع على الذكاء الاصطناعي، حنطبع create business plan for pizza restaurant enter. طيب الان الفكره في الذكاء الاصطناعي، وش شايفين بفكر، هيكتب لنا the entire template، يعني الاشياء الاساسيه المفروض تكون موجوده في البزنس بلان كلها هتكتب بطريقه انه لو رحت لمحامي او رحت لمكتب او رحت للبنك اقول لهم هذا البزنس بلان، اتليست عندي النقاط الاساسيه المهمه. مرة تانية احنا زي ما قلنا بالتسجيل الأول، إنه الذكاء الاصطناعي مش بالضرورة 100% صح، ممكن يكون
6 او 97% صح، بس اتليست بدينا جزء كبير جدا من العمل ما علينا الا بعض التغييرات والتعديلات في الاخر في بعض الحالات. شوفوا الان انا عمري ما عملت بزنس بلان ولا لمطعم بيتزا، بس انا في ثواني الان عندي الاكزكتيف سمري، من هم المؤسسين، الماركت اناليسيس، مقارنه الاسواق، الماركتنج استراتيجي كيف احنا حنسوق وعن طريق والى اخره، السوشيال ميديا، اللويالتي بروجرامز، الناس بتيجي عندنا اكثر من مره حندي لهم تخفيضات، طب بعد كده المنيو، الاسعار، الاوبريشن بلان، الفاينانشال اوبجكشنز، ايه من ناحيه الفوائد والمكاسب لمده 3 إلى 5 سنين مثلا مستقبليه. طيب الان قال المنيو اند برايسنج، انا عمري ولا فتحت بيتزا ستور ولا بفهم في البيتزا ولا اسعار البيتزا ولا المنيو. طب يعني النقطه هذه انا ضايع فيها، ممكن يساعدني فيها؟ نروح نكتب كرييت المنيو فور a pizza store in New York. لأنه مش عارف الأسعار تقريباً حتكون كام، وإيه أنواع البيتزا المختلفة، وإيه الأشياء اللي تباع. فهو الآن بيقول لي لو هتفتح أنت بيتزا ستور بالتحديد، إيه الأشياء المحتاجة؟ الـ 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 المقبلات اللي بتيجي الأول ستارترز، حيكون عندك يا أما جارليك، يا أما بريد ستيكس، يا أما بافالو، أوه أنا فكرت ولا واحدة في هذول سبحان الله. والسلطات عادة الناس بتحب السيزر أو عمري ما فكرت في هذه البيتزا، طيب أنا فكرت في أنواع البيتزا المختلفة، بس برضو في أشياء ثانية إضافية زي الباربيكيو تشيك، الباربيكيو تشيكن بيتزا، وال عمري ما في السايدز. طيب او ماي جاد، يعني اداني فكره وتعمق لدرجه انبيليفبل. فالان لو جمعت البزنس بلان وفصلت التفاصيل هذه وحطيتها مع بعض، واروح لصاحب المحل اللي عاوز يفتح الجالب فايفر او جالب اب وورك عشان يفتح مطعم، واقول هذا البزنس بلان، they're going to be very impressed. They're going to be very very impressed. طب خلونا نزيد في الشعر بيت، نقول صارت كونفرسيشن، يعني حوار بيني وبين الذكاء الصناعي، اقول له كان يو اد prices to this menu. يعني تديتني منيو بس انا مش عارف الاسعار في منطقه نيويورك، يعني ممكن تساعدني بالاسعار مثلا، ايه في رايك الاسعار المعقوله مثلا؟ واو، يعني قال لي طيب المنيو تبعتك هذه الطلبات اللي انت حاببها وهذه الاسعار اللي المناسبه بالنسبه لهذه الماكولات. فهيلب مي سو ماتش. فتصور لو انتوا عندكم مطعم وقلت لي اعمل لكم بزنس بلان، وقلت لكم مش بزنس بلان، راح اعمل لكم بزنس بلان وحتى المنيو، وكتب لكم المعلومات هذه، يعني شوف كميه المعلومات والدقه والاسعار والاشياء المفروض تيجي، يعني اي واحد عاوز يفتح بيتزا ستور ذيس از اميزنج. وهذه كلها ما اخذت مننا اكثر من زي ما انتم شايفين يعني ثواني ولا حتى دقائق، ثواني قدرنا اسسنا البزنس بلان، المنيو باسعارها. وزي ما قلنا ميزه الذكاء الصناعي انه كونفرسيشن، يعني ممكن لو في نقطه مش متاكد منها ممكن اعيد، يعني مثلا فاينانشال بروجكشنز، قال لي انت تكتب بين 3 إلى 5 سنوات كيف صرف الـ يعني ايه نظرتك الماليه، حتكسب من فين وحتدفع فين ومصاريفك، يعني دراسه الجدوى الماليه. انا ما عندي خبره مثلا، طب ممكن نسال نشوف رايه ايه، خلينا نشوف مع بعض. Can you create financial projections for the pizza restaurant for the next 5 years? يعني هو قال لي المفروض تكون بين 3 إلى 5 سنوات، انا ما عندي خبره، عمري ما كتبت واحده قبل، فانا حابب انه يعني لو يساعدني ويديني بعض الاقتراحات عشان نقدر نبني عليها. قال لي تمام، في السنه الاولى انت محتاج تحط كذا كذا كذا، في الشهر مش عارف ايه المطلي سيلز المطلي. او ماي جاد، يعني هذه حد يعني لو حاشتغل فيها حاشتغل بها اسابيع وشهور، والان تشات جي بي تي في ثواني في لحظات بيديني تفاصيل دقيقه لابعد ابعد ابعد درجه، زي ما انتم شايفين السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه. فهذه بعض الوظائف، يعني كانه موظف عندي وانا ممكن افتح شركه، ممكن اعمل شركه بتاعت رايتنج بزنس بلانز، واقول لاي حد عندك بزنس تعال بعمل لك بزنس ب $100 او ب $50 او ب $70، ويكون عندي ويب سايت، ويكون عندي حسابات مع فايفر ومع ورك اب وورك وويب سايتس مختلفه. ولما يجي الواحد يقول له طب انا عاوز بزنس بلان لكذا،
وانا اجلس في 5 دقائق واخلصها واقول له تعبت تعبت يعني اشتغلت بمجهود كبير في البزنس بلان هذه، وهو مش عارف انه انا في اقل من a couple of minutes كان الذكاء الصناعي عمل البزنس بلان وعمل المنيو وعمل التفاصيل بدقه عجيبه عجيبه جدا يعني. طيب خلونا نشوف بعض الاشياء الثانيه المطلوبه اللي بيطلبوها كثير من الناس. في ناس كثيره بتروح على ويب سايت زي Upwork وفايفر طالبين خدمات من الناس، وهذه خدمات برضو موجوده بمناطق مختلفه، ممكن اعمل ويب سايت للخدمات هذه. مثلا بروجرامينج اند تكنولوجي، بروجرامينج اند تك، بيجي واحد بيقول لي مثلا انا عاوز تكتب لي بروجرام بلغه البايثون، او عاوز اكتب لك بروجرام بلغه السي شارب. احتمال واحد عنده واجب وعاوز حد يساعده بالواجب، او احتمال واحد عنده شركه وفي شركه محتاج كود يعمل له شيء، او بداتابيز عاوز سيكوال الى اخره. طيب اداني البروجرام وقال حدفع لك، خلينا نشوف بعض الاسعار اللي تدفع في البروجرامينج. سكريبتنج هذا قال لي $60، هذا قال لي مش عارف $15، هذا $35 حسب نوع الشغل طبعا وتفاصيله. بس واحد عاوز بروجرام مستعد يدفع $20، انا عاوز واحد يكتب لي شيء يعمل كذا 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 كذا. طيب واضح المطلوب، فانا ممكن اروح على مثلا نفس تشات جي بي تي ونقول له انه انا في حد عنده مثلا حابب يعمل كرييت بروجرام بلغه البايثون سكريبت، حابب ياخذ ملفات من الاكسل وعاوز يقراها بالبايثون، فقول كرييت ا بايثون سكريبت تو ريد اكسل. واو. طيب هل ممكن يكتب لي لغه برمجه؟ خلونا نشوف مع بعض. واو قال لي هذه سكريبت، انا حمل لك سكريبت تعمل لها كوبي وبيست على طول حتقرا لك الاكسل فايل، ما عليك الا بس تغير ما يسمى بالباراميترز، يعني محل مكتوب فايل تحط اسم الفايل واللوكيشن تبع الفايل، تحط انت موقع الفايل، الباراميترز بتاعت البايثون. فحنجد انه فعلا فعلا الذكاء الصناعي انبليفبل. طب في واحد ثاني حاط انه هدفع لك $20-$30 بس تعملها بلغه السي شارب مش البايثون. طيب خلينا نكتب نفس المعلومه create a سي شارب program to read Excel file أو حتى جافا أو لغات مختلفة، فحنجد إنه لا الذكاء الصناعي unbelievable. زي المبرمج، أنا عندي مبرمج فبدل ما أدفع لمبرمج $20-$30 بالساعة، لا أنا ممكن أشغل عندي الشات جي بي تي وهو create the code for me، والكود هذا أنا حروح في نفس الويب سايت أدي للشخص أقول له ها خلصت الأسايمنت. والناس بتاخذ أيام عشان تخلصها، يوم 3-4 أيام، أنا في ساعة في ساعتين ممكن أكون خلصتها وراجعتها وعملت لها تيستينج بطريقة بسيطة جدا. فمسألة الذكاء الصناعي يعني ممكن تساعدنا بطرق مختلفة جدا، ممكن بالحسابات، ممكن بالأعمال الفنية، ممكن بالأعمال المتعلقة بالبزنس، أشياء unbelievable. في بعض زملائنا وأصدقائنا مثلا محامين، بعض أصدقائنا وأحبابنا أطباء وعاوزين يأخذوا امتحان المعادلة، من الطريف إنه استخدموا الشات جي بي تي في امتحان البار اللي هو تبع المحامين، وامتحان الأمكات اللي هو تبع الأطباء، وتشات جي بي تي نجح. يعني لو عملنا كوبي بيست للامتحان وحطيناه بالشات حيشرح لنا الاجابه الصح ويدينا الاجابه الصح كمان. خلونا ناخذ مثال حقيقي، هذا امتحان من امتحان الام كات اللي سابقه، وانا بدرس الامتحان الام كات وبراجع وحاوس بدل ما اجيب لي تيوتر ولا حد يشرح لي مثلا، او حابب اشرح وادرس الناس الام كات والسؤال هذا مش متاكد من الاجابه الصح، ممكن اجي على الذكاء الصناعي اعطي السؤال زي ما هو والاجوبه المختلفه اللي موجوده. بس خلينا نصلح الإجابات اللي موجودة و C D. يلا شوف رأيه إيه في الإجابة. فهذا السؤال هو الآن بيفكر وبدأ يشرح الإجابة إنه في رأيه الإجابة الصحيحة هي هذه. طيب الآن من أكبر الجامعات الفيرتشوال، غالبية الناس بتروح على ويب سايت اسمه يودمي، لو أنا حابب كورس بروح على ويب سايت اسمه يودمي. خلينا نروح على يودمي مع بعض. حابب اخذ كورس مثلا فالتجهيز للام كات مثلا، انا طبيب وعاوز اخذ لي كورس، فهذا كورس مثلا قال لي بالاورجانيك كيمستري، هذا بالميديكال كوليدج اكزام، في الماده الفلانيه في 400 سؤال. طيب انا حاسس انه انا كطبيب وعندي خبره 10 15 سنه كطبيب، عاوز ادرس كلاس وعاوز ابيع الكورس تبعي اونلاين، انا حابب اعمل كورس وبيع الكورس تبعي اونلاين. طب ايه الطريقه اللي ممكن يعني اعمل مقرر لماده وابيعها اونلاين فزي الام كات؟ فخلينا نروح على الذكاء الصناعي نقول انه كرييت كورس كريكولم
for MCAT exam. هل ممكن للدرجة هذه أن الذكاء الصناعي بيعمل لي الكوريكولم كامل؟ خلينا نشوف مع بعض. قال لي here's a sample MCAT prep، وعمل لي المقرر، بدي يعمل لي المقرر كامل بأساس مش علي إلا بس أشرح، يعني الفيديو الأول يكون في كده والثاني يكون في كده، وبعد كده ممكن أبيع الكورس تبعي. فيعني في أي مجال أنتم حابين تعملوا بيزنس هتلقوا أنه الذكاء الصناعي ممكن يساعدكم بمنتهى البساطة. فإذا أخواننا وأخواتنا الأعزاء، لابد 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 لو أنتم حتبدوا بيزنس أنه يعني شريككم وزميلكم يكون هو الذكاء الصناعي. والذكاء الصناعي زي ما أنتم شفتوا بسيط جدا، بعمل أكاونت مع الشات جي بي تي مثلا ومع دال، فلو حابب أعمل جرافيكس، حابب أعمل لوجو، حابب أعمل بيزنس بلان، حابب أعمل منيو لمطعم، حابب أعمل ريزميز للناس ويكون هذا البيزنس تبعي وسويقها مثلا، حابب أعمل ريل استيت وقيس بعض الأشياء، حابب أدرس كورسات وحط الكوريكلم مع بعض، أشياء ما لها حد أبدا. الأفكار هذه كلها بسيطة 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 جدا عن طريق الذكاء الصناعي، وزي ما أنتم تشوفوا بسيطة جدا. ما عليكم إلا تو كريت أن أكاونت، وربنا يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم بالحلقة الثانية.